انا اسمي رضوى يعقوب وبشتغل كلينيكال نيوتريشنست. اخترت ان احنا نعمل النهارده وصفه صحيه لحلاوه المولد، لان المولد النبوي من اكتر المناسبات اللي الناس بتفتكر انها ما تقدرش تاكل فيه حلويات. هنعمل حلاوه المولد بالسوداني والسمسم وجوز الهند، لان فيهم نسبه دهون صحيه ومعادن جسمنا يقدر يستفيد منها. هنجيب طاسة تانية ونحط فيها العسل، هنحط طبق في التلاجة، والطبق ده هنستخدمه عشان نختبر القوام بتاع العسل. هنحط شوية من العسل على الطبق ونتأكد ان القوام بتاعه بقى تقيل. بعد الخمس دقايق ما تعدي هنحط السوداني او السمسم او جوز الهند في العسل ونقلبه كويس. بعد كده هننقلهم في قالب على ورقة زبدة مدهونة بزيت جوز الهند ونسيبهم يستريحوا لمدة 3 أو 4 دقايق وبعدين نقطعهم. بعد كده هنسيبهم لمدة نص ساعة في درجة حرارة الغرفة قبل التقديم. زي ما شفتوا الوصفة سهلة وسريعة، جربوها في البيت ويا رب تعجبكم.